نحسب الوقت هذا دركا ماشي كيما العام اللي فات. العام اللي فات شويه كان ما كان ناقص المال، كان العرض ثم شغل ناقص والطالب بزاف. هذا العام ان شاء الله الدوله جابت لنا شويه تاع الروماني، جابت لنا اللحم تاع اسبانيا، يعني جوزنا رمضان ما شاء الله. لا اله محمد رسول الله، واحد يقول الحق. ومع هذا مع دوت على روماني اللي جابونا لازم ينخفضوا شويه الاسعار، يجيبوهم يدخلوهم من الباطوار، واللحم تاعنا ان شاء الله يكون يعني الخرفان يكونوا ما شاء الله، ويكونوا يعني تسمى في متناول الجميع. الزوالي يقدر يعيد، يعني شوفوا كيما احسن ما نشوفوا في التلفازات، يعني نشوفوا الاسعار شويه منخفضين شويه بارابور تاع العام اللي فات، كانوا شويه بزاف ما تقدرش. العام اللي فات ما تقدرش، كان اللي يعيد كان اللي ما يعيدش العام اللي فات على حسب الظروف تاعه. مي هاد السنه هذا ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. تتواصل عملية تمويل السوق باللحوم المستوردة، حيث أقرت بعض القصابات انخفاضا معتبرا في أسعار هذه اللحوم. احنا ملي جا الحمد لله ملي جات السلعة تاع لامبورتاسيون تاع الخارج كان الإقبال كبير على اللحم، كانت سلعة جاتنا من البرازيل، جاتنا من إسبانيا، جات من الروماني. هاد لا بروسيدور هادي خلات الانخفاض كبير في الأسعار، وكان إقبال كنا نشوفوا المواطن قليل وين يجي يشري لحم. دوك الحمد لله الأسعار تاع اللحوم طيب كيما الدجاج، وهذا ساهم في انخفاض سعر الدجاج. والآن الحمد لله راهو حال المواطن عنده يقدر ياكل دجاج ويقدر ياكل لحم دوكا بارابور على اللي كان. الحمد لله ملي دخلونا اللحم تاع البرازيل هاد الساعه الحمد لله ديجا الدجاج طاح في السومه 75000 الهبره الله يبارك، شي فرح. ويعني بينما مزيد نستناو الكباش على روماني باش يدخلوهم في العيد باش يساعدوا كاع الناس تكون سومه مليحه ان شاء الله. وديجا لا بروف كي دخل اللحم تاع السوفي تاع البرازيل هذا ب 75 الهبره، باينه باللي الدجاج يحبط ويزيد يحبط ان شاء الله. نشري اللحم راهو بون بري هايل، راهو بون بري فهم، راهو الحمد لله اللحم هذا. والسبب باين هو دخول كميه معتبره من اللحوم المستورده هذه تاع البرازيل وتاع اسبانيا وصالحه للاكل ومطلوبه ماشيه، هذه خلات السعر تاع الدجاج واللحوم البيضاء باش ينخفض. كيما رمضان كانت الاسعار مرتفعه بزاف، كي نقارنوا بين رمضان حتى اليوم راهو كاين انخفاض تاع 15000 في الكيلو في الاسعار تاع اللحوم البيضاء. الدجاج اليوم راهو 39000 الحق في رمضان حتى ل 55000. والسبب الثاني هو الكباش تاع رومانيا، هذه ثاني خلات الاسعار تنخفض بزاف. كيما الاسعار تاع المستورد الطازج هذا اذا راهو يدير 75000 دوكا، الاسعار راهي منخفضه بزاف، البيع راهو ماشي الحمد لله في متناول الجميع. قد تم يعني دخول خرفان من يعني رومانيا مستورده من طرف احد المتعاملين الاقتصاديين. كان العدد او الاولي هو 250 راس. هذه يعني الاغنام قد تم يعني بدايه ذبحها على مستوى هذا المذبح طبعا بولايه غردايا، وهي موجهه للاستهلاك مباشرة. حد الآن الأسعار نتاع الضاحية في متناول الجميع، لأن اللحوم المستوردة خفضت من الأسعار. بكري عندها 6 شهور بعناه اليوم كان يدير 5 ملايين، اليوم بعناه بربع ملايين، كان يدير 5 ملايين. يعيد بكري يعيد. الأستاذ